ان شاء الله النهارده يا جماعه هنكمل حاجه اسمها الكابيلاري سيركوليشن او المايكرو سيركوليشن، وان شاء الله ربنا ييسر معاها الكوروناري سيركوليشن. نركز مع بعض زي ما اتعودنا، ادي التايتل بتاعنا كابيلاري هيمودينامكس او كابيلاري سيركوليشن. كابيلاري هيمودينامكس او كابيلاري سيركوليشن. المره اللي فاتت لو تفتكروا خدنا انترودكشن، اتكلمنا كانترودكتوري كيس بسرعه كده، التكرار بيعلم مين؟ الشطار. واحد سكيورتي مان هيلثي، ربنا مديله الصحه، لكن طبيعه شغله بتخليه يقف مده طويله، فبدا يشتكي من ايديما في لور ليمز، صح؟ راح للدكتور عمل له الفحوصات، لقى كل بسم الله ما شاء الله كل حاجه عنده كويسه وكل حاجه عنده بزياده. الدكتور قال له طبيعه شغلك هي اللي مخليه رجليك تورم، خلاص؟ فالنهارده ان شاء الله المفروض افهم بقى الباثوفيسيولوجي اوف ذيس كيس، هو ليه رجله ورمت؟ تنصحه بايه؟ يبقى بدخل من الحاله زي ما احنا متعودين على ليرنينج اوبجيكتيف. المره اللي فاتت اتكلمنا على اول ليرنينج اوبجيكتيف كان ايه؟ ديسكاس جنرال فيتشرز اوف مايكرو سيركوليشن. هنكمل النهارده ان شاء الله الاهداف اللي بعد كده غايه في الاهميه. كل هدف منه يا جماعه ممكن يبقى شورت اسكويتش او سؤال شفوي. الهدف الثاني بيقول ايه؟ ديسكرايب ستارلينج فورسز اند ذير ريليشن تو انترستيشيال فلويد فورميشن. اسم الدلع او سؤال ثاني بصيغه ثانيه لنفس الهدف ممكن اقول لك ايه؟ منشن فورسز او فاكتورز ذات افكت انترستيشيال فلويد فورميشن. خلاص؟ هي هي. الهدف اللي بعد كده اوتلاين فاكتورز افكتنج كابيلاري سيركوليشن، او بمعنى اخر كنترول، ديسكاس كنترول اوف كابيلاري سيركوليشن. فاكتورز افكتنج هي هياها الكنترول. ثم مهم قوي سؤال شفوي او سؤال شورت اس صغير، يقول لك ايه؟ ديسكاس بريفلي تريبل ريسبونس. ايه التريبل ريسبونس ده؟ تريبل يعني ثلاثي. ايه التريبل ريسبونس؟ ايه الريسبونس الثلاثي ده؟ ثم منشن لينف فانكشن اند اوتلاين فاكتورز افكتنج لينف فلو. يعني ايه لينفاتكس؟ وايه الكنترول اللي بيتم، ازاي بيتم كنترول للليمف فلو؟ ومن الاهداف الفيتال اللي لازم تبقى عارفها، ولذلك انا حاطط لك الحاله عليها، اللي هي الايديما. ديفاين ايديما، ديسكاس اتس تايبس اند اوتلاين سيفتي فاكتورز اجينست ايديما. طيب المره اللي فاتت لو كنا نفتكر مع بعض كنت اتكلمت على الكابيلاريز ك ديفينيشن وكاركترز ستراكشر تايبس، يعني ايه مايكرو سيركوليشن، وعرفت يعني ايه ثرو فير فيسل والترو كابيلاري. وقلت لك طالما في ترو كابيلاري يبقى في فولس كابيلاري. ما تيجي تتسال تقول له يا دكتور انا في عندي حاجه اسمها ترو كابيلاري، يقول لك يعني ايه يا ابني بقى الفولس كابيلاري؟ هي ثرو فير فيسل. طب هي فولس كابيلاري ليه؟ لانها لا حصلت فيسل ولا حصلت كابيلاري. الكابيلاري بلاقي فيها ايه؟ هل بلاقي فيها سموث ماسل لاير؟ لا. الفيسل سواء ارتري او فين هلاقي فيه سموث ماسل لاير. الثرو فير فيسل فيه سكانتي سموث ماسل فايبرز، صح ولا لا؟ كميه قليله قوي. اتكلمنا على اكتف وان اكتف هايبرينيا. النهارده بقى ان شاء الله هنتكلم على اول حاجه عندي ستراكشر اوف انترستيشيا. ركزوا لانه مهم قوي افهمه، لان على اساسه مبنيه الايه؟ الجزء بتاع الكابيلاري سيركوليشن والايديما فورميشن والسيفتي فاكتورز اجينست ايديما فورميشن. الانترستيشيوم من اسمه، حد يقدر يديني ديفينيشن يعني ايه انترستيشيوم؟ ها مين يديني ديفينيشن للانترستيشيوم؟ انترستيشيوم ها يعني ايه انترستيشيوم؟ يعني حاجه موجوده بين الايه؟ السيلز وبعضها، صح ولا لا؟ يبقى الانترستيشيوم هو عباره عن السبيس او الاريا اللي موجوده ما بين السيلز وبعضها اللي في التشو، يتقال عليه انتر ما بين استيشيوم، السيلز اللي موجوده في التشو. طيب الاستراكشر بتاعته عباره عن ايه؟ قال لك ركز معايا. دايما بقول الصوره بتختصر لك كلام كتير جدا، وزي ما بيتقال دايما الصوره بألف ايه؟ كلمه. فالاستراكشر بتاع الانترستيشيوم قال لك في حاجه اسمها كولاجين فايبر باندلز، حاجه اسمها بروتيو جيلايكان فيلامنتس اللي هي ميوكو بوليسكرايد النيتشر، حاجه اسمها تيشو جيل او جيل ماتريكس، حاجه اسمها فري فلويد. كولاجين فايبر هلاقيها سترونج اند اكستند لونج ديستانس جيف سترينث فور انترستيشيوم وفور تيشو. طب بصوا على الصوره دي كده،
ادي هتلاقي اللي بالاحمر ده الرفيعه الطويله دي بقول عليها الايه؟ كولاجين فايبر باندلز. كولاجين فايبر باندلز، هذه الكولاجين فايبر باندلز مالها؟ اكستند الونج ذا ايه؟ انترستيشن، بتدي سترينث للانترستيشن، صح ولا لا؟ كلام كويس، ركز، صوره جميله جدا بتوضح لك الايه؟ الاستراكشر اوف ذا انترستيشن. يبقى اول حاجه كولاجين فايبر باندل، وزي ما بقول انا يهمني الفانكشنال استراكشر عندي لان ده اللي هيخدمني. خلاص يا جماعه، انا مش بقول كاستراكشر وخلاص، انا عايز اقول كل استراكشر فايدته ايه من الناحيه الفسيولوجيه. فزي ما قلت اول حاجه عندي الكولاجين فايبر باندل بلاقيها سترونج اند اكستند فور لونج ديستانس، اهميتها ايه؟ جيف سترينث فور تيشو. طب ده اول واحد عندي الكولاجين وعرفت فايدته ايه. تاني حاجة بروتيوجليكان فيلمنتس اللي هي نيوكوبوليساكرايد النيتشر. بروتيوجليكان يعني بروتين وكربوهيدرات النيتشر، صح الكلام يا جماعة؟ قال لك دي ثين كويلد مولوكيولز بتتكون من حاجتين أساسيتين. حاجة اسمها هيالورونيك أسيد بنسبة كام؟ 98% وبروتين بنسبة 2%. طب أهميتها إيه؟ قال لك فيل سبيسز بتوين كولاجين فايبرز. بص على الصورة دي. هتلاقي الكويلد اهي اللي هي بالشكل ده، الكويلد دي يا جماعه اهي دي كده، دي كويلد فايبرز بروتيوجليكان فيلمنتس فيل سبيسز. واضح ادي الكولاجين فايبر اهي، واضحه يا جماعه؟ السبيسز دي كلها فيلد بالايه؟ بالبروتيوجليكان فيلمنتس. كلام كويس. يبقى انا عرفت كولاجين فايبر باندل اهميتها ايه والبروتيوجليكان فيلمنتس. طيب التيشو جيل او التيشو ماتريكس عباره عن ايه؟ كومبينيشن اوف بروتيوجليكان فيلمنتس اند فلويد تراب وذين ذم. يعني البروتيوجليكان فيلمنتس اللي موجوده دهيت بتحتبس بعض الووتر وتعمل لك جيل. انتوا عارفين الجيل يا جماعه؟ جيل لايك سبستنس. يبقى الجيل ده او التيشو جيل او التيشو ماتريكس عباره عن كومبينيشن من حاجتين، من البروتيوجليكان فيلمنت وسام فلويد ان ذا انترستيشن. وهنعرف حالا التيشو جيل ده اهميته ايه بالنسبه لي. يبقى بص على الصوره تاني اهو. يبقى انا عرفت عندي في الاستراكشر الالونجيتد فايبرز ديت الكولاجين باندل، كولاجين فايبر باندل، ودي بتدي سترينث للتيشو. ثم البروتيوجليكان فيلمنتس كويلد ثين فيلمنتس ما بين الكولاجين فايبرز، وبعدها البروتيوجليكان فيلمنت بتمسك في الوتر وتعمل لك جيل، قال عليه جيل ماتريكس او تيشو جيل. في فيري ماينيوت، يعني كميه قليله جدا، فيري ماينيوت اماونت اوف فري ووتر، كميه قليله جدا جدا جدا، اللي لو زادت زياده عن اللزوم هتعمل لك حاجه اسمها ايديما، ان الرجل تورم. يبقى نورمالي في نيجليجبل اور فيري ماينيوت اماونت اوف فري فلويد، لكن most of fluid in the interstitium bind مع مين؟ مع البروتيوجليكان فيلمنتس عشان يعمل لك التيشو جيل او الجيل ماتريكس. وضحت الصوره؟ كلام جميل. يبقى انا دلوقتي الانترستيشن ده ركزوا، مهم، نقطه غايه في الاهميه، لان كل المحاضره قايمه على السلايد دي. الانترستيشن عرفت ان انا عندي في كولاجين باندلز وعرفت فايدتها ايه، البروتيوجليكان فيلمنتس وعرفت الاستراكشر بتاعه اهميتها ايه، التيشو جيل او الجيل ماتريكس والفري فلويد. طيب التيشو جيل او الجيل ماتريكس ده اهميته ايه؟ ايه الفانكشن بتاعته؟ ايه الامبورتنس بتاعته؟ قال لك خلي بالك، اول حاجه اكت از افيلر ما بين السيلز وبعضها، يعني بيسيبريت السيلز وبيملى السبيس اللي بينهم. طب ايه اهميه ان السيلز تبقى سيبريتد وفي انترستيشن بينهم؟ يبقى اكت از فيلر يعني معناها هولد ذا سيلز ابارت، بيفصل الخلايا عن بعض. اهميتها ايه؟ ايه اهميه ان يفصل الخلايا عن بعضها؟ قال لك جيفز انف سبيسز فور فلويد اند نيوتريانت اكستشينج تو ديستانت سيلز. بمعنى لو تخيلت ان كل الخلايا لازقه في بعضها ومفيش انترستيشن بينهم خالص، هل كل السيلز القريبه من السايت اوف نورشمنت والبعيده هياخدوا غذاء؟ لا. يعني انت لو عندك سيلز اهي، سيلز اهي، سيل هنا، سيل هنا، سيل هنا،
السيل هنا النورشمنت في كابيلاريز هنا خلاص مش واصل للسيلز اللي هنا كابيلاريز. هل السيلز اللي هنا لو كانش فيه انترستيشن كانت هتاخد نورشمنت؟ لا، والويست برودكت ما كانش هيتشال. يبقى وجود الانترستيشن اللي بيفصل الخلايا عن بعضها دوت بيساعد في النيوتريانت ويست برودكت اند جاز اكستشينج اللي مين للديستانت سيلز. بس ديستانت فين؟ يعني ما تكونش مثلا بتكلم على سيل هنا وسيل تحت، لا ده ديستانت انيليشن لايه؟ للمكان اللي هلاقي فيه كابيلر، يعني برضك قريبه. وضحت الصوره؟ كلام كويس. تاني حاجه وجود هذا الجيل تيشو جيل او الجيل ماتريكس عامل زي حاجه لزجه، هيعمل ايه؟ هيسهل ان الفلويد يتحرك من ابر بارت اوف ذا بادي للور بارت اوف ذا بادي، يعني هيسهل الاديما فورميشن؟ لا، ده بالعكس، ده هي انتاجونايز ويعتبر حتى سيفتي فاكتور اجينست اديما فورميشن. يبقى تاني فانكشن بريفنت فلويد فروم فلوينج ثرو ذا تيشو سبيسز، هذا الجيل بيمنع ايه؟ بيمنع الفلويد تو موف فروم بارت تو انذر بارت. يعني ما تلاقيش الفلويد في الابر ليمب يقوم نازل من انترستيشيوم للور ليمب عشان يعمل اديما، لا ده بيحجزه، ده مش كده وبس. هذا الجيل ماتريكس او التيشو جيل اموبلايز بكتيريا اند بريفنت ذير سبريدنج ثرو ذا تيشوز، يعني بيمنع الميه انها تتحرك بسهوله فيمنع الاديما، وبيمنع الايه؟ الميكروب، لو في ميكروب اتاك ذا بادي هير ده بيانتاجونايز ايه؟ بيحاول يوقفه. ولذلك في بعض الميكروبات يا جماعه بتبقى لئيمه، بتنزل ديفنس ميكانيزم لنفسها وتخدم على نفسها ازاي؟ بتطلع لك بروتيوليتك انزايم تكسر الجيل ماتريكس ده وتخليها وايد سبريد. ما تاخدوه ان شاء الله في سنه ثالثه هتعرفوا بعض الميكروبات، بعض البكتيريا، بعض الاورجانيزمز لها المقدره انها تؤتك ذا انترستيشيال كولاجين فايبرز والتيشو جيل وتقدر تبقى وايد سبريد. ولذلك في ميكروب يخلي لك الانفكشن او العدوى لوكالايز، وفي ميكروب تلاقيه انتشر مسافه كبيره تبعا لطبيعه هذا الميكروب. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى التيشو جيل بيساعد ان يحصل نورشمنت للنير باي سيلز للخلايا المجاوره، بيبريفنت حاجتين، يعني بيسمح بحاجه وبيمنع حاجه. بيسمح ليه النورشمنت لمين؟ للنير باي سيلز. بيمنع ايه؟ ان الفلويد يتحرك من بارت تو انذر بارت فيمنع الاديما فورميشن. بيعمل اموبلايزيشن للميكروب فيمنع السبريد اوف انفكشن، يمنع انتقال العدوى. كلام كويس. يبقى انا عرفت الانترستيشن وعرفت الفانكشن ستراكشر بتاعه واهميه كل جزء فيه. طيب خدوا نفس عميق، دي مهمه، اساس من اساسيات المحاضره ومهمه جدا تتسال كتير. فاكتورز ديترماين فلتريشن اند انترستيشيال فلويد فورميشن اللي انا قلت عليها ستارلينج فورسز، او اسمها ترانس كابيلاري اكستشينج ميكانيزم اند فاكتورز افكتنج ات. ازاي الانترستيشيال فلويد بيتكون؟ احنا اتفقنا ان الانترستيشيال في فري فلويد، صح ولا لا؟ بس كميه قليله جدا. طب الانترستيشيال فلويد ده بيتكون ازاي؟ ده اللي انا بقول عليها فاكتورز ديترماين فورميشن اند اوف ايه؟ فلتريشن اند انترستيشيال فلويد فورميشن. قال لك خلي بالك ستارلينج فورسز او الفاكتورز ذات ديترماين ترانس كابيلاري اكستشينج او انترستيشيال فلويد فورميشن بقسمهم لتو مين فورسز. في فورس عايزه تعمل فلتريشن، يعني ايه؟ تخرج فلويد من الكابيلاريز في اتجاه مين؟ الانترستيشيال. يتقال عليها فلتر، تفلتر. فلتر يعني ايه؟ هات فلترنج بيبر وانت في الكيمياء كده اهوت، حط فلويد عليها من فوق، مش بتفلتر الفلويد ده وتنزل جزء تحت، ده المقصود بالفلتريشن. ففي فورسز عايزه تفلتر الدم، يعني تنزل جزء من الايه؟ من البلاد اللي موجود في الكابيلاري تخرجه للانترستيشن. ده يتقال عليها فلترنج فورسز. في فورسز ثانيه بتانتاجونايز ذيس فورسز اسمها انتي فلترنج فورسز. يعني في قوه عايزه تخرج الفلويد من الكابيلاري فتزود الايديما فورميشن، صح ولا لا؟ ما هو ايديما يعني ايه زي ما هشوف كمان شويه؟ معناها في ايه؟ انترستيشيال فلويد اكيوميليشن، اكسسيف اكيوميليشن اوف انترستيشيال فلويد. هو نورمالي الفري فلويد نجليجابل اماونت، كميه قليله جدا.
وهنعرف ازاي هي كميه قليله، ازاي الجسم بيحمينا من الاكسسيف اكيميليشن اوف فلويد ان ذا انترستيشن. يبقى في قوه عايزه تزود الفلتريشن وقوه عايزه تمنع الفلتريشن. بتفكرنا بايه؟ وانتوا بتاخدوا في البلاد مش كان في حاجه اسمها ها كلوتنج فاكتورز وانتي كلوتنج فاكتورز؟ خدتوا الكلوتنج ولا لسه؟ في حاجات عايزه تزود الكلوتنج وحاجات عايزه تمنعها، في بالانس بينهم. لكن في لحظه ما الكلوتنج فاكتور اللي تشتغل اكتر، في لحظه ما الانتي كلوتنج فاكتور تشتغل اكتر. فنفس الكلام الانترستيشيال فلويد الفورميشن بتاعه اندر ذا كنترول اوف تو مين فورسز. في قوه عايزه ايه تكون هذا الفلويد، وفي قوه عايزه تمنع تكوينه. القوه اللي عايزه تزود الفلتريشن وبالتالي تزود الايه الانترستيشيال فلويد فورميشن، اول حاجه اسمها كابيلاري هيدروستاتيك بريشر. يعني ايه كابيلاري هيدروستاتيك بريشر؟ هيدروستاتيك يعني هاز ريليشن تو فلويد افكت اوف فلويد اون وول فيسل وول، يتقال عليها هيدروستاتيك. يبقى بريشر اكزيرتد باي فلويد اون ذا فيسل وول. احنا المره اللي فاتت قلنا كلمه بريشر يعني ايه؟ يعني فورس اكزيرتد باي فلويد اللي هو البلاد على الفيسل وول. لو انا بتكلم على ارتيريال بريشر يبقى فورس اكزيرتد باي بلاد اون ذا ارتيريال وول. بقول فينس بريشر يبقى فورس اكزيرتد باي بلاد اون ذا فينس وول. كابيلاري بريشر يبقى فورس اكزيرتد باي بلاد اون ذا ها اون ذا كابيلاري وول. فما اقول لك هيدروستاتيك كابيلاري بريشر يعني فورس اكزيرتد باي بلاد اون ذا ايه اون ذا كابيلاري وول. لو جبت انا حنفيه زي ما قلت وحطيت فيها الخرطوم، لو الخرطوم سليم وفتحت الحنفيه هل هتنقط؟ هل هتوقع من الجدار بتاعها؟ طبعا لا. لكن لو كان هذا الخرطوم على امتداده فيه اوبننجز فتحات وفتحت انت الحنفيه مش هتلاقي الخرطوم قاعد يوقع؟ صح ولا لا؟ ايه اللي حصل؟ الميه جوه الخرطوم لها قوه ضغط صح؟ بتضغط به على الوول بتاع الخرطوم. صح الكلام يا جماعه؟ بقول عليها هيدروستاتيك بريشر اوف ذيس تيوب. الفلويد اللي ضغط على الوول بتاع الايه؟ الخرطوم ده بقول عليها ديت ايه؟ البريشر اللي ناتج بقول عليها هيدروستاتيك بريشر. فالكابيلاري هيدروستاتيك بريشر ات ارتريولار اند هيختلف عنه ات فينيولار اند. ات ارتريولار اند تقريبا من 30 ل 40 ملم مركري. وده منطقيا. الارتيريال سايد اعلى في البريشر ولا الفينس سايد؟ الفينس سايد ولا الارتيريال؟ الارتيريال ولا الفينس؟ يبقى الارتيريال. فهتلاقي ات ارتيريولار اند تقريبا الايه؟ الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر 30 ل 40 ملم مركري. ات فينيولار اند هلاقيها كام؟ قال لك بقت من 10 ل 15 ملم مركري. يبقى اول قوه عايزه تفلتر الدم افتكر كده. الميه ماشيه في خرطوم فيه اوبننجز فيه فتحات. الميه تخرج من الخرطوم ولا تدخل له؟ هتخرج، يعني هيحصل لها فلتريشن صح ولا لا؟ يبقى ده اول حاجه. يبقى في قوه فين؟ جوه الكابيلاري عايزه تخرج الايه؟ فلويد للانترستيشن. قال لك فيه قوتين موجودين في الانترستيشن عايزين يسحبوا فلويد من البلاد. اول قوه انترستيشيال اونكوتيك بريشر. قال لك الانترستيشن فيه سم بروتينز بيحصل لهم فلتريشن كميه قليله قوي، بيبقى المولوكولار ويت بتاعها صغير بيحصل لها ايه؟ انها تخرج من الكابيلاري وول تروح للانترستيشن. واحنا عارفين ان البروتين ماله؟ له القدره على انه يعمل ايه؟ اتراكت ووتر صح ولا لا؟ فاكرين يا جماعه حاجه اسمها الدونال افكت؟ حد يقول لي يعني ايه دونال افكت ودونال ايكوليبريم؟ كنا بنقول خلي بالكم بتتسال في الشفا والعمل وشورت ايسي بريزنس، ركزوا معايا بريزنس اوف نون ديفيوزابل ان اللي هو البروتين اون وان سايد اوف ايسوميديرميابل ممبرين بيعمل ايه؟ ريديستريبيوشن اوف ذا اذر انز في الايكوليبريم اوكي صح. فوجود البروتينات
فين؟ في الانترستيشيال، بيعمل توزيع للايونات بحيث ان الصوديوم هيزيد في الانترستيشيال، والصوديوم اوزموتيكالي اكتف يسحب معاه ميه. صح الكلام يا جماعه؟ يبقى بالتالي هذا الانترستيشيال اونكوتيك بريشر ماله؟ فلترنج فورس، عايز يشفط ميه للانترستيشيال. طب انا سبت الانترستيشيال هيدروستاتيك بريشر ليه؟ لانك هتقول لي يا دكتور وجود فلويد في الانترستيشيال لوجيكالي له هيدروستاتيك بريشر، صح ولا لا؟ وهيدروستاتيك بريشر معناها ايه؟ معناها انه عايز يزق الفلويد للناحيه الثانيه من الكابيلر. يعني على سبيل المثال ركزوا كده يا جماعه، انا عندي الكابيلر اهي والانترستيشيال هنا، الانترستيشيال فيه فلويد له انترستيشيال هيدروستاتيك بريشر. لوجيكالي منطقيا الانترستيشيال هيدروستاتيك بريشر عايز يزق الفلويد في اتجاه مين؟ في اتجاه الكابيلاري. ده في النورمال سيتويشن. لكن عندنا في الانترستيشيال بتاعنا، وانا بتكلم في الايه؟ في السكن، في الانترستيشيال هلاقيه ايه؟ نيجاتيف فاليو. ليه؟ فاكرين السلايد حالا قلت لك ان الانترستيشيال ستراكشر فيه ايه؟ ماينيوت اماونت اوف فري ووتر، وفي جل ماتريكس او تشو جل. وجود التشو جل بيمنع ايه؟ بيمنع الاكيوميشن اوف فلويد ان ذا انترستيشيال. يعني بيعمل ايه؟ بيخلي الانترستيشيال از نيجاتيف. وطالما انه نيجاتيف بقى اتراكتيف، بقى يشفط الميه. يبقى تاني الانترستيشيال هيدروستاتيك بريشر از نيجاتيف ماينس 3 ملم مركري، سببه ايه؟ الاستراكشر اوف ذا انترستيشيال اللي هلاقي فيه التيشو جيل اللي هو ناشئ عن اتحاد مين مع مين؟ البروتيوجليكان مع الووتر، فبيمنع الاكيوميشن اوف فري فلويد. يعني معناه بيخليه الانترستيشيال هيدروستاتيك بريشر از نيجاتيف، فهيبقى اتراكتيف ورا اخر. يبقى انا عندي ثلاثه فورسز عايزه تفلتر الدم، عايزه تزود الفلويد في الانترستيشيال. اول قوه الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر، ثاني قوه الانترستيشيال اونكوتيك او كولويدال بريشر، ثالث قوه الانترستيشيال هيدروستاتيك بريشر لانها نيجاتيف هنا السبب الاستراكشر اوف ذا انترستيشيال. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. كل دول في ناحيه عايزين يفلتروا الدم، يزودوا لك الانترستيشيال فلويد فورميشن. قوة واحدة قصادهم موجودة في الكابيلاري وعايزة تمنع الفلتريشن، اسمها ايه؟ كابيلاري اونكوتيك بريشر. وانتوا بتاخدوا في البروبرتس بتاعت مين؟ البلاد. مش كان في اونكوتيك بريشر ناشئ عن وجود البلازما بروتين في البلاد؟ كانت قيمته قد ايه؟ بيعادل كام ملي وزمول؟ ها؟ يبقى انا عندي حاجه اسمها كابيلاري اونكوتيك بريشر، دي انتي فلترنج فورس تقريبا 28 ملم ميركري. عند الارتيريال سايد اكون زي الفينس سايد؟ اه. القيمه اللي ثابته عندي هتبقى مين؟ الكابيلاري اونكوتيك بريشر، الانترستيشيال اونكوتيك بريشر، والانترستيشيال هيدروستات. كل دول قيمتهم ثابته عند الارتيريولار سايد والفينس سايد. طب ركزوا معايا بقى، لان في صوره هتوضح لي بقى الميكانيزم اوف انترستيشيال فلويد فورميشن. بصوا يا جماعه، دي رسمه جميله جدا هتختصر لي الفورسز اللي انا اتكلمت عنها والميكانيزم اوف انترستيشيال فلويد فورميشن. ده ايه؟ فينيول. وده ايه؟ ارتريول. عند الارتريول فيه فورسز هتشتغل تحاول تعمل فلتريشن، وفي فرصه عايزه تمنع الفلتريشن. صح الكلام؟ عند الفينيولر سايد في فورسز عايزه تعمل ايه؟ تزود الفلتريشن، وفي حاجات عايزه تضاد الفلتريشن. نحسبها مع بعض ونشوف عند الارتريولر اند هيحصل ايه؟ وعند الفينيولر اند هيحصل ايه؟ عند الارتريولر اند اتفقنا ان انا عندي كابيلاري هيدروستاتيك بريشر تقريبا 30، ما انا قلت 30 ل 40. اعتبرها 30 ملم مركب. و كابيلاري انترستيشيال بقى انترستيشيال هيدروستاتيك بريشر ماينس 3، يعني فلترنج، صح؟
يبقى زائد 3 دول فلترنج فورس. والانترستيشيال اونكوتيك بريشر 8 ملم مركل. يبقى الفورسز اللي عايزه تعمل فلتريشن ات ذا ارتريولر اند مجموعهم كام؟ 41. اجمع 30 زائد 3 زائد 8. ولكن الكابيلاري اونكوتيك بريشر اللي هي انتي فلترنج فورس قيمتها كام؟ 28 ملم مركل. يعني عند الارتريولر اند كميه الفلتريشن اعلى من الابزوربشن، صح؟ يعني معناها 41 ناقص 28 ادانا 13 ملم مركري. يعني عند الارتريولر اند النت فورس اللي موجوده النت فلترنج فورس، كميه الفلويد اللي هتدخل الانترستيشن كبيره. خلاص؟ ببريشر مقداره 13 ملم مركري. طب عند الفينيولر اند نشوف ايه اللي هيحصل. الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر قلت، بقت كام؟ بقت 10 ملم مركري. الانترستيشيال هيدروستاتيك بريشر زي ما هي ماينس 3، يبقى ده 3. الانترستيشيال كولويد بريشر زي ما هي 8. يعني الفلترنج فورس از فينيولر سايد 10 و3 و8 يعني 21. والانتي فلترنج فورس او الابزوربنج فورس مقدارها كام؟ 28. يبقى الابزوربنج ماينس الفلترنج 28 ناقص 21 يديني كام؟ 7. 7 ايه؟ ابزوربنج. يعني عندي الارتريولر اند ذا نت فورس از فلترنج بمقدار 13 ملم مركري. عند الفينيولر سايد ذا نت فورس از ابزوربنج. انا خرجت فلويد من الكابيلاري از ارتريولر سايد، رجعت اسحبها تاني ولكن بقيمه اقل. يعني على سبيل المثال انا نزلت 5 مللي مثلا، مثال مجازا، خرجنا 5 مللي فلويد مثلا عند الارتريولر سايد، عند الفينيولر سايد سحبنا 4. طب ما هي كارثه كده بقى، كل شويه في 1 مللي هيتكون، يبقى هيحصل إديمة، صح ولا لا؟ شوفوا العظمه بتاعت ربنا يا جماعه. وكل شيء عنده بمقدار. ربنا حط ديفنس ميكانيزم تانيه علشان تسحب لي الاكسس ريمينينج فلويد ات ذا فينيولر سايد. حاجه اسمها ليمفاتكس. وجود الليمفاتكس دهيت بتسحب الاكسس فلويد اللي ما اتشالش بواسطه مين؟ الابزوربنج فورس. يبقى تاني اما اجي اقول لك ستارلينج فورسز هتقول لي هم فور فورسز. ثري فورسز بتعمل ايه؟ فلتريشن، وان فورس بتانتاجونايز الفلتريشن. النت فورس ات ذا ارتريولر سايد 13 فلترين. النت فورس ات فينيولر سايد ها مالها؟ كام؟ 7، يعني اقل. نوعها ايه؟ ابزوربنج. طب الفرق ما بين الاثنين مين اللي هيشيله؟ الليمفاتكس، عشان تعرفوا اهميه الليمفاتكس. كلام كويس. كنترول اوف كابيلاري سيركوليشن، وبعدها هدخل افهم بقى ايه اهميه الفورسز. الفورس دي مهمه جدا في الاديما فورميشن والكوزس اوف اديما والتايبس اوف اديما زي ما اقول كمان شويه. طيب فاكتورز او كنترول اوف كابيلاري سيركوليشن، زي ما قلنا وبنعيد ونزيد يا جماعه، عود نفسك كنترول لاي سبيشال سيركوليشن. يبقى انا هتكلم على نيرفس كنترول، فيزيكال كنترول، كيميكال كنترول، وميكانيكال. النيرفس كنترول قال لك الكابيلاريز مالها؟ في بعض الفايبرز تبقى تعمل دايلاتيشن لها وبعضها تعمل كونستريكشن. يعني على سبيل المثال، مش احنا قلنا يا جماعه البري كابيلاري سفنكتر ريتش ان سيمباثيك تون، صح؟ يعني معناها السيمباثيك يعمل ايه؟ يعمل لها كونستريكشن. يبقى هيزيد الكابيلاري فلو ولا لا؟ يقل. العكس لما واحد يحصل له مثلا ايه؟ ضرر سيمباثيك ستيميليشن، مش ممكن يقول لك ده وقع في الارض، صح؟ واحد حصل له انافيلاكسيس يعني حساسيه، يقول لك ده وقع في الارض على طول. ايه اللي حصل؟ حصل دايلاتيشن للكابيلاريز، صح؟ فحصل اكيميليشن للارج اماونت اوف بلاد فيها، حصل بولينج للبلاد فيها، فبالتالي هيحصل ايه؟ هيحصل هايبوتنشن. كلام كويس. فيزيكال فاكتورز، يقول لك والجو حر كده وتحس ان وشك محمر، ايه السبب؟
لان الورمنج بيعمل كابيلاري دايلاتيشن على النقيض. الجو ما يبقى ساقعه تلاقي ايه؟ ها؟ تلاقي لونك باهت. سواء دايركت افكت او ان الكولد نفسه بيعمل سمباثيتك ستيميليشن. ده في حاجه غريبه انتوا بتلاحظوها. لك ده الجو سم، الجو ساقع خالص. ورغم كده فلان ده هو تبص تلاقي مناخيره حمراء وودانه حمراء. مش بتلاحظوا حاجه زي ده يا جماعه؟ ايه السبب؟ قال لك ان سيفير اكسسيف كولينج بلاقي كابيلاري دايلاتيشن بتحصل في بعض الاماكن اللي فيها بور اناستموز زي التيب اوف ذا نوز زي الايرز، بتلاقي في اكيوميليشن للميتابوليتس فيها فتعمل لك دايلاتيشن فتلاقي بقى لونها احمر. يبقى بالتالي الفيزيكال فاكتورز الورمنج دايلاتيشن الكابيلاري لو حصل كولينج يحصل كونستريكشن. ودايما بقول الحاجه اللي تزيد عن حدها بتتقلب لايه؟ لضدها. فبالتالي الاكسسيف كولينج هتعمل لك كابيلاري دايلاتيشن، وده السبب في ان بعض الارياز مع الاكسبوجر للقلد الشديد زي التيب اوف ذا نوز واللوبيول اوف ذا اير تلاقي لونها احمر، لان هذه الارياز بور ان اناستوموزس ما بين الارتري والفين، فبيبقى في اكيميليشن للميتابوليتس فيها فتعمل لك ايه؟ لوكال فازو دايلاتيشن، فيبان ان هذا الجزء لونه ايه؟ احمر. كيميكالز كيميكالز في حاجات تعمل كابيلاري دايلاتيشن ودي تتسال ام اس كيو، وحاجات تعمل كابيلاري كونستريكشن. الكابيلاري كونستريكشن زي مين؟ زي الادرينالين والنور ادرينالين اللي هم مين؟ الكاتيكولامينز، صح؟ ما احنا قلنا سمباثيتك ستيميليشن. وزي الفازوبريسين او اسم الدلع بتاعه مين؟ الانتي دايوريتيك هرمون، دول كلهم كونستريكتورز. الدايليترز زي مين؟ زي الهيستامين، زي الميتابوليتس، زي الاستايل كولين باراسمباثيتك. يقول لك خلي بالك ايه تخدت حقنه بنسلين طويل المفعول ما عملتش اختبار حساسيه فجاه اغمى عليها، ايه اللي حصل؟ اللي حصل انها حصل عندها الرجي حساسيه انافيلاكسيس، طلع هيستامين بكميه كبيره جدا. الهيستامين ده هو ماله؟ كابيلاري دايليتور. ها؟ عمل ايه؟ دايلاتيشن للكابيلاريز، الدم دخل للكابيلاريز بكميه كبيره. يعني الدم هرب من السيركوليشن، صح ولا لا؟ يعني هيقل الفينس ريتيرن. يعني هيحصل ايه؟ هيقل البلاد بريشر، يحصل سيفير هايبو تنشن. الميكانيكال فاكتورز ركزوا لان فيها نقط بتتسال. اول حاجه عندي ارتريولر دايلاتيشن، تعمل ايه في الكابيلاري فلو؟ تعمل ايه دايلاتيشن ولا كونستريكشن؟ انا قلت لك اهو اعتبر ان الحنفيه هي الارتريول، خلاص، وادى الحوض هو الكابيلاري والمخرج بتاع الحوض هو الفينيول، خلاص. ايه اللي يخلي الحوض يوقع ميه؟ انك تفتح الحنفيه زياده عن اللزوم، صح؟ يعني تعمل ارتريولر دايلاتيشن، او انك تقفل المخرج بتاع الحوض، صح؟ يعني تعمل فينو كونستريكشن او فينيولر كونستريكشن، صح ولا لا؟ او الحوض نفسه يكون صغير خالص، يعني حاجه اسمها حوض بس مش حوض غويط، انك تعمل كابيلاري دايلاتيشن، صح؟ كل ده يعمل ايه؟ هيوقع الميه من الحوض. فاللي يزود الدايلاتيشن يعمل دايلاتيشن ايه هو؟ انك تدخل ميه على الكابيلاريز كتير، دم على الكابيلاريز كتير، يبقى ارتريولر دايلاتيشن. انكريز الفينس بريشر هي بردك هيوسع لك مين؟ الكابيلاريز. طب قال لك خلي بالك بقى في حاجه اسمها جنتل سكين ستروك. بص لو انت بطرف القلم كدهوت او بسن المسطره او باي حاجه، بص جرب كده، جربوا يا جماعه جربوا، احنا مش بنلعب. بسن القلم كدهوت او بحرف القلم او بضفرك خربش نفسك خربشه صغيره كده حصل ايه؟ اتكون هوايت لاين، صح؟ الهوايت لاين ايه اللي حصل؟ انت اما عملت ايه؟ جنتل ستروك خفيف كده، عملت لوكال فازو كونستريكشن، فالكابيلاري حصل فيها كونستريكشن، صح؟ فبنت انها ايه؟ باهته، هوايت لاين. يبقى الجنتل ستروك هيعمل لك جنتل سكين ستروك هيعمل لك هوايت لاين. طب واحد بقى بيهزر معاك بس هزاره رخم، يعني انت بتزاي قاعد مركز في المحاضره وهو مش فاهم حاجه في اي حاجه، فالغل ملا قلبه عمل ايه؟ جاب سن القلم ونزل على ظهرك كده في اخر ما في جهده. يعني خلاص قاعد يا اخويا مركز لي في المحاضره وانا مش فاهم حاجه؟ خلاص؟ ايه اللي يحصل؟ قال لك هيحصل تريبل ريسبونس. يبقى الهيفي سكين
16 ستروك. يعني انت بقى لو بغشوميه جبت سن القلم وقمت كاحت جامد، ايه اللي هيحصل؟ قال لك هيحصل ثلاث تغيرات. ايه هما؟ قال لك خلي بالك، اول حاجه عندها يحصل ريد لاين، المكان اللي انت شكيت جامد بقى او شديت عليه جامد هيبان انه ريد، يبقى السايت اوف سكن ستروكن ده يبقى يبان انه ريد لاين. ريد ده بيظهر في خلال ثواني. سببه ايه؟ حصل ريليز لفازو دايليتور سابستنس من الانجورد تيشو. انت لما عملت جامد كده عملت تيشو انجري، دمرت الحته اللي انت ضغطت عليها جامد دي، فطلعت لك سيرتن ايه كيميكالز فازو دايليتور سابستنس، فدي اللي هتعمل لك ايه ريد لاين. طيب قال لك بعد شويه هتحس ان الحته الحمراء دي حواليها بقى حتت ايه حمراء فاتحه شويه، حاجه اسمها ريد فلير. الريجولار اريا اوف ريدنس اراوند ذا ايه ذا ريد لاين، يعني اتكون ريد لاين الاول وبعدها حواليها حته حمراء كده ايه خفيفه. الميكانيزم بتاعته غير في الاهميه، خلي بالك كنت ريبل ريسبونس يتسئل كتير شفوي وشورت ايس كويتشن. الميكانيزم حاجه اسمها لوكال اكسون ريفلكس او انتيدروميك ريفلكس. اي ريفلكس يعني ايه؟ مش احنا قلنا قبل كده يا جماعه واحنا بنتكلم في البارو ريسبتور ريفلكس لو تفتكروا، وكنا بنقول ايه كلمه ريفلكس معناها ايه؟ انت لا بيك ولا عليك اللي جه اللي وراك قام شكك بدبوس، ايه اللي ايه اللي هيحصل؟ هتبعد نفسك عن مصدر الدبوس، صح ولا لا؟ ولا هتقرب تقول له كمان؟ ايه رايك؟ واحد من وراك كده وقام شكك بدبوس هتعمل ايه؟ هتبعد عنه، صح الكلام يا جماعه؟ كلام كويس. نكمل يلا يا جماعه ركزوا معايا. كنت بقول ريفلكس معناها ايه؟ انفولنتري ريسبونس تو ادكويت ستيمولس. يعني انت قاعد لا بيك ولا عليك اللي وراك شكك بدبوس، يبقى لازم في ستيمولس اللي هي شكه الدبوس. في مستقبل اللي هو الريسبتور موجود في السكين عندك. في عصب هيشيل الومضه العصبيه دي في اتجاه المخ، صح ولا لا؟ وفي مركز لهذا الايه؟ لهذا الريفلكس. ثم سلك تاني هيشيل الومضه العصبيه من المخ في اتجاه مين؟ افكتور اورجان. اللي هو ايه؟ العضلات بتاع رقبتك عشان تتحرك لقدام، صح الكلام؟ الكلام ده طبقناه على البارو ريسبتور ريفلكس. طيب اما اجي اتكلم على اللوكال اكسون ريفلكس يبقى انا عندي في ايه؟ ها؟ في ستيمولس، في ريسبتور، في افرنت، في افرنت، في ايه؟ ما بين الافرنت والافرنت في سنتر، ثم افكتور اورجان، ثم ريسبونس. هو لوكال اكسون يعني ايه؟ يعني معناها ما بيوصلش لايه؟ للسي ان اس. بقول حتى سودو ريفلكس او فولس ريفلكس. يبقى لوكال اكسون او انتيدروميك ريفلكس اللي هو الميكانيزم اوف ريد فلير. الاستيمولس بتاعي التيشو انجري، في تيشو انجري، صح؟ طيب اذا كان ده ايه الاستيمولس، الريسبتور فيه بين ريسبتورز، الافرنت اورثودروميك فايبرز يعني فايبرز ماشيه في اتجاه السي ان اس، افرنت انتيدروميك الافكتور اورجان، الافكتور اورجان وريسبونس لوكال ارتريول وفازو دايلاتيش. ايه الكلام ده؟ بصوا على الرسمه دي، انت تشكيت اهو تشكه شديده ايه هيف ستروك، عملت ستيميليشن لبين ريسبتورز، افرنت مشيت اهي في اتجاه السي ان اس، طلع سايد برانش الافرنت اللي رايح اللي في اتجاه السي ان اس بقول عليه اورثودروميك، يعني في اتجاه من السي ان اس. لو تفتكروا اورثودروميك دايركشن وانتيدروميك دايركشن في النيرف والمصل، لو تفتكروا هيطلع سايد برانش اهو مش هيكمل في اتجاه السي ان اس، لا ده سايد برانش هيروح لللوكال ارتريول، يعني اواي فروم سي ان اس، بقول عليها ايه انتيدروميك فايبرز علشان تعمل لك فازو دايلاتيشن. طيب ارتريول حصل فيه فازو دايلاتيشن فتلاقي حصل ريدنس في الاريا دي، يبقى ده اللي انا بقول عليه لوكال اكسون. لوكال اكسون ريفلكس او انتيدروميك ريفلكس، هو لوكال اكسون ليه؟ لانه ما بيوصلش فين؟ للسي ان اس، بقول عليه فولس ريفلكس. خلاص عرفت الاستيمولس، عرفت الريسبتور، الافرنت والافرنت والافكتور اورجان والريسبونس، كلام كويس. يبقى انا لو بصيت تاني ادي الريد لاين اهو يا جماعه حواليها ريد فلير. تالت حاجه في التريبل ريسبونس حاجه اسمها هويل. ايه الهويل؟ قال لك اريا اوف لوكالايزد ايدينا. انت دلوقتي لو واحد اتخربش خربشه شديده هتلاقي فيه خط احمر، صح؟ حواليه بقت حته محمره شويه، بعد شويه تلاقي الحته حوالين الحته المحمره دي بقى مالها؟ ورمت.
وفيها ديل، صح ولا لا؟ فالويل اريا اوف لوكالايزد ايديما الميكانيزم بتاعها عباره عن ايه؟ انكريز كابيلاري بيرميابيلتي باي ريليز فازو دايليتر سابستنس. اتفقنا ان التشو انجري هيطلع سيرتن كيميكالز، الكيميكالز دي فازو دايليتر، وفازو دايليتيشن معناها زي ما هشوف حالا في الايديما ان هتزيد الكابيلاري بيرميابيلتي، يعني معناها الفلويد هيروح للانترستيشن بكميه كبيره، يعني معناها الجسم يورم، الجزئيه دي تورم. فبقول عليها ايه؟ حصل لوكالايزد ايديما في المكان ده. يبقى التريبل ريسبونس هيشمل ثلاث حاجات اهوت يا جماعه، ريد فلير ات سايت اوف ايه؟ اوف ستيميليشن، سايت اوف انجري، ريد فلير، ريدنس اراوند، هويل بقى في اريا اوف ايه؟ اوف ايديما. وعرفنا ديفينيشن والميكانيزم بتاع كل واحده. يبقى التريبل ريسبونس اعرفه هو الاستيمولس بتاعه ان جنرال ايه؟ ايه الثلاث تغيرات اللي بيحصلهم والميكانيزم بتاع كل تغير منهم. كابيلاري فراجيليتي، ركزوا. فاكرين وانا بتكلم على الفينس بريجر؟ لو تفتكروا يا جماعه قلت لك لو الواحد نايم البريجر في اللور لمب كام؟ قلت تقريبا 12. طب لو هو واقف وصل 80 ل 90. طيب الكابيلاري تستحمل 80 او 90 ملم مركري؟ رغم انها فيري ثين، ده اللي انا عايز افهمه. يبقى السؤال هنا هاو دو كابيلاريز ريزيست هاي بريشر؟ يعني ممكن الكابيلاري في اللور لمب يوصل البريشر عندها كام؟ 80 و90 ملم مركري، ورغم كده ما بيحصلش ربشر لها. قال لك قانون اسمه لابلاس لو. اللابلاس لو بيقول لك ان التنشن ان ذا وول اوف ذا كابيلاري بيساوي البريشر في الكابيلاري ملتبلايد بالراديوس. طيب الكابيلاريز الراديوس بتاعها كبير ولا صغير؟ صغير جدا. فكمان الراديوس فيري ماينيوت، النت ريزلت ان التغير في التنشن بيبقى قليل جدا. يبقى التفسير هنا عندي وابص عليه من الصوره دي، بقول ان الكابيلاريز ار تين وولد استراكشر كان ويز ستاند، تقدر تتحمل لارج بريشر بيكوز اوف زير تيني ريديال، اللي هي الراديوس بتاعها صغير جدا، وده السبب اللي خلاها تقدر ايه؟ ان التنشن في الوول بتاعها ما يزيدش قوي، فبالتالي بتتحمل ايه؟ الهاي بريشر. يبقى السؤال بمنتهى السهوله يقول لك ليه يا ابن الكابيلاري تقدر تتحمل هاي بريشر؟ نتيجه انها ايه؟ اوف فيري سمول راديوس اكوردنج تو لو اوف لابلاس. وضحت الصوره يا جماعه؟ كلام كويس. طيب ازاي عمل لها اكزامينيشن؟ قال لك بحاجه اسمها هيستست. الهيستست بيتطبق عليه قانون اسمه رول اوف فايف. ايه الرول اوف فايف ده وايه الهيستست؟ يبقى السؤال هنا، وده على فكره تسمعوا عنه في البلاد وانتوا بتتكلموا في البربرا. فاكرين البربرا وانواعها يا جماعه؟ ها؟ كان في فاسكولار بربرا، اما يبقى المشكله في الفيسل. صح؟ تعمل حاجه اسمها الهيستست. كلام كويس. ايه الرول اوف فايف ده؟ اكنك بتقيس الضغط، بتلف السويد مانومتر كاف، ترفع البريشر لحد الدايستول كام؟ 80 ملم مركري، وتسيبه عند ال 80 ملم مركري لمده 5 دقائق، وبعدين تنزل لهذا الايه؟ تفك هذا السويد مانومتر كاف بالقلم كده، وبتعلم مسافه مقدارها 5. ماشي يا جماعه؟ 5 ايه؟ سنتي. ثانيه واحده نكمل. يلا يا جماعه، ها نركز يا جماعه. يبقى بصوا يا جماعه، لفينا للسيجما نومتر كاف، اسمعوا يا جماعه، ورفعنا البريشر لحد الدايستول اللي هو كام؟ 80 ملم مركري، وسبته ملفوف لمده قد ايه؟ 5 دقائق. بس انا في الوقت ده الاول كنت عامل ايه؟ بالقلم كده عملت دايره هنا على الفور ارم هنا قد ايه؟ 5 سنتي. خلاص؟ بعد ما سبت هذا الايه؟ للسيجما نومتر كاف لمده 5 دقائق فكيته. الطبيعي انك هتلاقي الحته الدايره اللي هي 5 سم دهيت مفيش فيها بتيكيال هيمورج، مفيش نزيف تحت الجلد فيها، او يكون اقل من 5 نقط. ليه؟ معناها ان الكابيلاري كويسه. طب لو جيت لواحد قمت معلم كده 5 سم ورفعت البريشر في السفنج مانومتر كاف لمده 5 دقائق عند دايستوليك بريشر ونزلت لقيت 10 نقط كده محمره كده، يعني في نزيف تحت الجلد 10 نقط، لا معناها ان الكابيلاري ايه؟ ضعيفه، يبقى فراجايل، يبقى اتقال عليه هيستست. يبقى الهيستست يوزد تو اكزامن كابيلاري فراجيليتي رول اوف فايف.
علمت علامه 5 سم دايره اهي في الفور ارم، رفعت للدايستوليك بريشر وسبته خمس ايه دقائق، ثم عملت ايه؟ عديت النقط اللي اتكونت. لو ازيد من 5 نقط بتيجي الهيموريدج، يعني نقط نزيف تحت الجلد، يبقى معناها في ايه؟ في ايه يا جماعه؟ يبقى في كابيلاري فراجيلتي. ديزيزز انكريز كابيلاري فراجيلتي. ايه اللي يزود الكابيلاري فراجيلتي؟ قال لك يا اما مشكله في الوول، يا اما في مشكله في البلاد. الكابيلاري وول في مشكله في حالات الاولد ايج، حالات نقص فيتامين سي، يقول لك خلي بالك كل ما اجي اغسل سناني بيحصل نزيف فيها، يقول لك انت عندك نقص فيتامين سي، كل برتقان كتير، جوافيه، ليمون، ما اعرفش ايه، يقول لك انا اكلت الحاجات دي وكويس الحمد لله ما عادش بيحصل. يبقى كان عنده فيتامين سي ديفيشنسي. سام توكسنز والالرجي، كل دول هيزودوا الايه؟ الفراجيليتي بتاع الكابيلاري. كويس. مشكله في البلد البليتلت، ودي فكره ايه؟ ان لو البليتلت قلت في حالات البربرا، مش احنا سمعنا عن البربرا يا جماعه؟ ما حدش يقول لي بربوره الله يكرمكم. بربرا ماشي يا جماعه؟ كلام كويس. يبقى اما اجي اقول كابيلاري فراجيليتي يبقى لازم تبقى فاهم هاو دو كابيلاريز ريزيست هاي بريشر، ثم هاو تو اكزامين كابيلاري فراجيليتي، ثم ايه الديزيزز ذات انكريز كابيلاري ايه فراجيليتي. كويس قوي. لينف اند ليمفاتكس. فاكرين حالا من شويه قلت لك ايه؟ ان الفلترنج فورس عند الارتريولر سايد كام؟ 13. الانتي فلترنج فورس او الابزوربنج فورس كام؟ 7. الفرق بينهم مين اللي هيعوضه؟ الليمفاتكس. يبقى لازم افهم ايه هو الليمف والليمفاتكس، يهمني اعرف الليمفاتيك كابيلاري صفاتها ايه عن الاورديناري سيستميك كابيلاري، عايز اعرف ليمف كومبوزيشن، ليمفاتكس فانكشن، والليمف فلو. اول حاجه الليمفاتيك كابيلاري، الليمفاتيك كابيلاريز منشاها فين؟ طبعا في التيشو سبيسز، بتتجمع مع بعضها عشان تعمل لك لينف فيسل، اللي انا قلت لك المره اللي فاتت بيمتاز بانه فيه ايه؟ فالفس، زيه زي الفينز، صح؟ علشان يعمل يوني دايركشنال فلو اوف لينف. كويس. هل البلاد كابيلاري زي اللينف كابيلاريز؟ قال لك لا. اللينف كابيلاريز بتمتاز ان الدايمتر بتاعها اكبر وانها مور بيرميبل، عشان تلائم الوظيفه اللي هقولها حالا. يبقى بالتالي عرفت الليمفاتيك كابيلاريز بتطلع منين وتتجمع تعمل ايه وسماتها ايه اللي يخليها تختلف عن البلاد كابيلاري. طب الليمف كومبوزيشن او الليمف ستراكشر، اولا بصوا على الصوره اللي قدامنا يا جماعه، ادا الفينيول، ادا الارتريول، وادا الكابيلاريز اهوت. في الانترستيشن هتتجمع مين؟ الكابيلاريز اهيت اللي هي الايه؟ انا كابيلاريز، الليمفاتيك كابيلاريز، واضح انها ثيكر ان دايمتر، وتتجمع عشان تعمل لي ايه؟ لينف فيسل. طيب الليمف كومبوزيشن، هل الليمف زيه زي البلازما؟ قال لك في تشابه بينهم لكن بيختلفوا في البروتين كونتنت. مين اللي اكتر؟ البلازما. فبلاقي ان الليمف بور ان بروتين كونتنت تقريبا 1-2%، لكن في سمه مميزه عن البلازما، ان بلاقي الالبيومين كونتنت اعلى من الجلوبيولين. ليه؟ لان الالبيومين اوف لو مولوكولار ويت، فسهل انه يعدي المين للانترستيشيا، وبالتالي هلاقي فيه هاي البيومين جلوبيولين ريشيو. فين؟ فين يا جماعه؟ في الليمف. خلاص يا جماعه واضحه؟ الالبيومين جلوبيولين ريشيو من الحاجات اللي تتسال كتير شافوا، ويمكن نقعد فيها تتسال ام سي كيو، يقول لك ايه هي الالبيومين جلوبيولين ريشيو؟ ايه النورمال فاليو؟ ايه الفاكتورز افكتنج؟ ايه الديزيزز اللي تقللها؟ واحد في الشفا يهزر معاك يقول لك طب الالبيومين جلوبيولين ريشيو نورمالي انكريز دي فين؟ يبقى في الليمف. ليه يا ابني في الليمف زايده؟ ابقى فاهم. كلام كويس. وادي مقارنه بسيطه ما بين الليمف والبلد، يبقى انت عارف ان هلاقي الليمف ماله؟ كميه البروتين فيه قليله، لاك بروتين، غير مين؟ غير البلازما، غير الاذر ديفرنسز اللي بينهم. كلام كويس. طيب يبقى انا اتكلمت دلوقتي يا جماعه عن الليمفاتيك كابيلاريز، الليمف كومبوزيشن، طب ايه هي الليمفاتيك فانكشن؟ اول فانكشن ايه يا جماعه؟ مش انا قلت في اكسس فلويد ستيل فلترد؟ يبقى هيعمل ريموفال للاكسس فلترد فلويد، يعني هيمنع مين؟ الاديما فورميشن. يبقى اول فانكشن ريموفال اوف لارج مولكيول، اول حاجه ايه؟ ريموفال اوف ايه؟ خلينا نبقى ماشيين نفس نمط الكلام، ريموفال اوف ذا اكسس
filtered fluid in the interstitial spaces. احنا اتفقنا هنا 13 فلتر، هنا 7 مليمتر ميركوري ابزوربد، يبقى في فرق بين الاثنين، في كميه فلتر فلويد اعلى لسه. مين اللي هيخلصنا منها؟ الليمفاتكس. طب الليمفاتك كابيلز انا قلت لارج دايامتر وايه ومور بيرميبل علشان تقدر تلتقط لارج مولكيولار سبستانسز، يبقى تقدر تخلصني من مين؟ ريموفال اوف لارج مولكيولز فروم انترستيشال سبيسز. هتخلصنا منها عن طريق ايه؟ انها هايلي بيرميبل، عن طريق انها ايه؟ الدايمتر بتاعها اعلى. مش كده وبس، قال لك ريموفال اوف بكتيريا اند فورين بادز فروم ذا لينف. مش في حاجه اسمها ريتيكلو اندوثيليال سيستم؟ واحنا بناخد في البلاد سمعنا عنه يا جماعه. ففي سيرتن ريتيكلو اندوثيليال سيلز على امتداد الليمفاتكس والليمف فيسل والليمف نودز تخلصني من اي ميكروب ولا لا؟ تخلصني من اي بكتيريا. كلام كويس. الفانكشن اللي بعد كده ترانسبورت اوف ليبيد اند فات سوليبل مولكيولز، فيه ماكرو مولكيولز ممكن الاقيها في الانترستيشيا. مين اللي هيخلصني منها؟ حاجه تكون هايلي بيرميبل، حاجه تقدر تشيل لي لارج مولكيولز اللي هم مين؟ الليمفاتكس. يبقى الليمفاتكس عرفت الفانكشن، سواء ريموفال اوف اكسس فلترد فلويد، سواء ريموفال اوف لارج مولكيول فروم انترستيشن، ريموفال اوف بكتيريا اند فورين بادز من الانترستيشن، ترانسبورت اوف ليبيدز اللي هم هاي مولكولار ويت، والفات سوليبل فيتامين. زي مين؟ ايه هم الفات سوليبل فيتامينز؟ ادك او كده صح؟ كويس. وادي يا جماعه ادي الايه؟ الارتريولار اند، الفينيولار اند، الاكسس فلويد هيروح لمين؟ لمين يا جماعه ده؟ للليمفاتيك كابيلاريز ثم الليمف فيسل. يبقى انا دلوقتي اتكلمت على الليمفاتيك كابيلاري، الليمف كومبوزيشن، الليمفاتيك فانكشن، ايه الليمف فلو ده بقى؟ الليمف فلو ابقى عارف هل هو رابيد فلو ولا سلو فلو؟ فيري سلو فلو. تقريبا كام؟ 4 لتر بير دي، كميه قليله. ايه الفاكتور ذات مينتين ليمف فلو؟ ايه المانع بقى لو تتسالوا الفاكتور ذات كنترول ليمف فلو او ريجوليشن اوف ليمف فلو؟ قال لك خلي بالك الليمف فلو ايه اللي يزوده؟ انت لما تاكل كتير مش هتروح الحمام كتير، ما تشرب ميه كتير مش هتروح الحمام كتير، لما الكابيلاريز يبقى ايه؟ هايلي بيرميبل، مش هتفلتر فلويد كتير، يبقى الليمفاتيك يتشال بكميه كبيره ولا لا؟ يبقى ايه الفاكتور ذات افكت اور مينتين ليمف فلو؟ قال لك خلي بالك رسمه بسيطه بتوريني الفاكتور ذات مينتين ليمف فلو. اول فاكتور عندي ان يحصل فازو دايلاتيشن اوف ارتريولار اند، اما يحصل فازو دايلاتيشن للارتريولار اند يبقى الدم اللي رايح للكابيلاريز كتير، الدم رايح كتير يبقى فرصه الفلتريشن تزيد، صح ولا لا؟ يبقى ده اول فاكتور. الفاكتور الثاني انكريز ان فينوس بريشر، زي ما قلت لك الحنفيه انت فاتحها هاديه والخرطوم بينزل شويه ميه صغيرين، عايز تخلي الميه تمشي المسافه بعيده بتضيق الخرطوم شويه، صح ولا لا؟ فلو انت عملت ايه؟ زياده للفينوس بريشر او اوبستراكشن للفين، بارشال اوبستراكشن، يعني هتزود الايه؟ الفلترنج فورس، صح؟ هتزود الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر فتزيد الفلتريشن. ثالث حاجه عندي مين؟ كونستريكشن اوف لينف فيسل. انت عندك الليمفاتيك اهو وده الدايركشن بتاعه، هو فيه مين؟ فيه فالفس. اما انت تعمل كونستريكشن للايه؟ للليمفاتيك فيسل، مش هيزق الليمف في اتجاه الايه؟ اواي فروم انترستيشيم، يعني هيزود الدرينج. رابع حاجه عندي ايه؟ انا بحاول امشي بالترتيب، سكيلتال ماسل كونتراكشن. انت دلوقتي لو الماسل كونتراكتد مش بتشتغل از بريفرال بامب للفينوس ريتيرن وللليمف فلو، صح؟ لانها تعمل سكويزنج للليمفاتيك فيسل. وجود الفالفس في الليمف فيسل بتسمح باليوني دايركشنال فلو اوف ليمف. ثم نيجاتيف انترا ثوراسيك بريشر، لو تفتكروا الانترا بلورال والانترا ثوراسيك بريشر يقول لك الفانكشنز بتاعتهم ايه؟ كان من ضمن الفانكشن يزود لك الفينوس ريتيرن والليمف فلو، هيعمل سكشن، صح الكلام؟ النقطه اللي بعد كده حاجه اسمها انكريز تيشو اكتيفيتي، لما التيشو اكتيفيتي تزيد ميتابوليت تزيد، صح؟ ويست برودكت تزيد. الميتابوليتس لما تزيد مش تعمل دايلاتيشن للكابيلاريز فتزود البرميابيلتي بتاع الكابيلاري ولا لا؟ فتزود الفلتريشن، كلام كويس. اخر حاجه حاجه اسمها لينفاجوج، اما تلاقوا مصطلح غريب كده احفظوه لانه يتسال.
لينفاجود معناها حاجه تزود الليمف فلو، يقسموها لحاجتين، لفيرست كلاس لينفاجود وسكند كلاس لينفاجود. رسمه جميله وبسيطه بتختصر لك كل الايه الفاكتورز افكتنج. الفيرست كلاس الحاجات اللي تعمل كابيلاري دايلاتيشن زي الهيستامين، يقول لك ويتش وان اوف ذا فولنج از ا فيرست كلاس لينفاجود، ويجيب لك اختيارات، يبقى هي مين؟ الهيستامين لانه كابيلاري دايليتور. سكند كلاس اللي هم هايبرتونيك سوليوشن، لو ادينا مثلا صوديوم كلورايد بتركيز عالي كميه كبيره هينزل جزء منه في الانترستيشيوم وده اوزموتيكالي اكتف، هيسحب فلويد معاه للانترستيشيوم هيزود لك الليمف فلو. يبقى تو سمرايز، كنترول اوف لينفاتكس او ليمف فلو بمنتهى السهوله، ارسم رسمه بسيطه واكتب عليها البيانات. هتلاقي عندك على سبيل المثال اول حاجه ان يحصل دايلاتيشن للارتريولر ان، كونستريكشن او بريشر في الفينس ان، ان يحصل ايه كونستريكشن للليمف فيس، ان يحصل سكيليتال ماسل كونتاكشن فهي نفسها تعمل سكويزنج للليمف فيس، الفالفز هتؤدي الى يوني دايركشنال فلو اوف ليمف، النيجاتيف انترا ثوراسيك بريشر، ثم انكريز تيشو اكتيفيتي، واخيرا الليمفا جوز فاكتورز افكت ليمفاتكس. من الحاجات المهمه جدا جدا ممكن تتسال سواء شفوي او شورت ايسيكويتش. ايديما، خدوا نفس عميق لان دي من اهم الاهداف اللي في المحاضره وسهله قوي لانها مبنيه على كل اللي فات. يهمني ايه في الايديما؟ كوزس اوف اكسترا سيلر ايديما قبل الكوزس، ايه العناوين الرئيسيه في الايديما اللي انا محتاج اعرفها؟ اول حاجه عايز اعرف ديفينيشن، ثم كلاسيفيكيشن، تايبس اند سيفتي فاكتورز. ديفينيشن يعني ايه ايديما؟ معناها ايه؟ بريزنس اوف اكسس فلويد ان ذا بادي تيشو. بريزنس اوف اكسس فلويد، ما اقولش فلويد لان الفلويد موجود، لكن اقول اكسس فلويد زياده عن اللزوم، يبقى بريزنس اوف اكسس فلويد ان ذا بادي تيشو. الكلاسيفيكيشن اوف ايديما بنقسمها يا اما لوكالايزد ايديما يا جنرالايز. مش واحد يقول لك مثلا انا الصابع بتاعي ده ورم، او يقول لك كف ايدي ده كله ورم، او يقول لك ايديا بس ورمه، يبقى دي لوكالايزد ايديما. واحد يقول لك انا جسمي كله مورم، يبقى ده جنرالايزد ايديما. يبقى في لوكالايزد ايديما ولها اسبابها، وجنرالايزد ايديما ولها اسبابها. في انترا سيلر واكسترا سيلر ايديما. مش انتوا خدتوا حاجه يا جماعه اسمها السيلس ويلينج؟ دايما بتسالوا سؤال ام سي كيو يقول لك الصوديوم بوتاسيوم بامب انهبيشن او فيلير اوف صوديوم بوتاسيوم بامب كوزس، هيؤدي الى ايه؟ طبعا سيلي سويلنج، صح ولا لا؟ لانه بيحافظ على الايه؟ السايز بتاع السيل عن طريق انه بيخرج لك الصوديوم، صح الكلام؟ فالسيل ممكن يحصل فيها سيلي سويلنج يقول عليها سيلولار ايديما، انترا سيلولار ايديما، ونعرف اسبابها. وممكن يكون الايديما اكسترا سيلولار، اكسس فلويد اكيوميشن ان ذا انترستيشن اتسيلف. قال لك في حاجه اسمها بيتنج ونون بيتنج ايديما. بيتنج وهنفهم حالا وفي صور لها. انت دلوقتي تيجي يقول لك ايه، انا ايديا دي مورمه شويه، لو انت ضغطت عليه وعلمت كده ونزلت وعملت نتوق كده وبعد شويه طلعت، ده اقول عليها بيتنج، وهنشوف صوره لها حالا. النون بيتنج لا، مورمه وتضغط عليها ما بتدخلش لجوه، ثابته زي ما هي، وهنشوف حالا صوره تبين لك يعني ايه بيتنج ونون بيتنج، وايه الكوزس بتاع دي وايه الكوزس بتاع الدين. التايبس زي ما قلنا الاساسيين بقى اكسترا سيلر وانترا سيلر ايديما، دول مطلوبين اساسيين لك. تايبس اوف ايديما او كوزس اوف ايديما، يبقى تكتب فيها الايه؟ النوعين الاساسيين اللي هنشرحهم ان فول ديتيل. واخر حاجه سيفتي فاكتورز اجينست الايديما، دايما بتسالها في الشفا او ممكن سؤال صغير شرط ايه هي يا ابني السيفتي فاكتورز اجينست ايديما. اما تاخد الريسبيريشن في حاجه اسمها سيفتي فاكتورز اجينست بالمونري ايديما، خلي بالكم بتتسالوا فيها برضه. طيب ايه هي الكوزس اوف اكسترا سيلولار ايديما؟ ايه اللي يزود الايديما فورميشن؟ ايه اللي يزود الاكيميليشن اوف فلترد فلويد؟ يبقى الفلترنج فورسز تزيد، صح، او الانتي فلترنج فورسز تقل. مش انا قلت الفلترنج فورسز اللي هي مين؟ الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر. طب الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر ايه اللي يزودها؟ ان يزيد الارتريولر دايلاتيشن او يحصل هايبرتنشن، لان الهايبرتنشن هتزود الايه؟ هتزود الارتريولر بريشر. اما يزيد الارتريولر بريشر هيعمل ايه؟ هيزود لك الايه؟ الكابيلاري دايلاتيشن، فتزود الفلتريشن. تاني الهايبرتنشن
هيزود لك الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر، فالناتج ان هتزيد الفلترنج فورسز. زياده الفينوس بريشر زي حالات الفينوس اوبستراكشن، حالات البريجننس، حالات الهارت فيلير، كل دول هيعملوا باك بريشر على مين؟ على الكابيلاري، فيزيد الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر. يبقى حالات زياده الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر معناها هيزيد الفلتريشن، معناها تزيد الايديما فورميشن. الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر ايه اللي يزوده؟ ان يحصل ارتريولار دايلاتيشن او هايبر تنشن او زياده في الفينوس بريشر. طيب يقل الكابيلاري اونكوتيك بريشر اللي هو مين؟ انتي فلترنج فورس. طيب الكابيلاري اونكوتيك بريشر تقل امتى؟ لو البروتين قليل، بلازما بروتين قليله. طب وتقل امتى؟ لو انت في مشكله عندك مال نيوتريشن، يبقى نيوتريشن، او في بيرن، الحرق ده واحد بيتحرق لا قدر الله الجلد تلاقيه وقع، وتلاقيه الايه قاعده توقع تنزل فلويد، الفلويد ده بلازما، فهيفقد بلازما بروتين. او هيباتيك، المصنع، مش احنا عارفين يا جماعه ان البلازما بروتين كلهم بيتصنعوا في الليفر ما عدا مين؟ جاما، شطار، جاما جلوبولين. الرينال، مش الرينال يا جماعه، لو في رينال ديسيز هيخلي الجسم يفقد البيومين وبلازما بروتين كتير، يبقى كل دول يقللوا لي الكابيلاري اونكوتيك بريشر. طب لو البرميابيلتي بتاع الكابيلاري زادت زي في حالات الالرجي هتعمل ايه؟ هتزود الفلتريشن، يبقى زياده الكابيلاري برميابيلتي زي حالات البيرن، حالات فيتامين سي ديفيشنسي، حالات الهيستامين اللي هم اللي هو الدايليتور، او اللي بيخلصني من الاكسس فلتر فلويد مقفول اللي هو الليمفاتيك، لو في ليمفاتيك بلوكج زي مرض اسمه الفيلاريزيس او الاليفانتيزيس، هتاخدوه في سنه ثالثه ان شاء الله، ده الفيل تلاقي واحد رجليه ما شاء الله مورمه قوي كده، ده مرض ميكروب معين فيلاريا، خلاص ديت بتلاقيها مامبيتنج، لو ضغطت على الجزء المورم كده ما ينزلش لتحت، او لا قدر الله ناس عندهم كانسر سرطان واتشالت الايه؟ الليمف نود بتاعته عشان تتشال الميتاستاس اللي هي الحاجه الايه؟ التشعب بتاع المرض لها، فتعمل بردك ايه؟ تعمل ايه يا جماعه؟ تعمل ليمف بلوكج. يبقى بمنتهى السرعه دي سلايد بتصير كتير قوي يا جماعه، الكوزس اوف اكسترا سيلر اديما معتمده على الفورسز اللي انا اتكلمت عليها في الاول، يبقى يا اما الفلترنج فورسز زادت يا الانتي فلترنج فورسز قلت. الفلترنج فورس زي زياده الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر، انتي فلترنج زي ايه؟ ان يقل الكابيلاري اونكوتيك بريشر، او زادت الكابيلاري بيرميابيلتي، او حصل ليمف بلوكج، كل دول يعملوا لك اكسترا سيلر ايه؟ اديما. ادي الصوره بتقول لك الكوزس اوف اكسترا سيلر اديما، ان ممكن انكريس كابيلاري هيدروستاتيك بريشر، ديكريس كابيلاري اونكوتيك بريشر، انكريس كابيلاري بيرميابيلتي، او ليمف اوبستراكشن، كل دول هيزودوا لك مين؟ الانترستيشال فلويد، يعني يحصل ايديما. الانتراسيلر ايديما، الانتراسيلر ايديما المين كوزس حاجتين، يا اما ديبريشن اوف سيل ميتابوليزم يا اما انفلاميشن. الديبريشن للسيل ميتابوليزم هيؤدي الى ان يقل الاي تي بي. طب الاي تي بي مهم علشان الصوديوم بوتاسيوم بامب، طب الصوديوم بوتاسيوم بامب مش شغال، يبقى هيزيد الصوديوم انفلكس ويسحب معاه ميه، يعني السيل يحصل فيها ايه؟ سويلنج، تعمل لك في الإديمة. الحاله الثانيه انفلاميشن، الانفلاميشن او الالتهاب ده من اعراضه ايه؟ ان بتزيد البرميابيلتي للصوديوم. اما تزيد البرميابيلتي معناها ايه؟ هيحصل صوديوم انفلكس ويسحب معاه ميه، فالسيل يحصل فيها سيلولار إديمة. والسيلولار إديمة او الانتراسيلولار إديمة از نون بيتنج إديمة. ادي الكلام اللي بقول لك الفرق ما بين النون بيتنج والبيتنج. بص هنا كده ضغط كده، هل حصل اندنتيشن او الجلد انتنى تحت ايده؟ لا، يبقى دي ايه؟ ها؟ ديت نون بيتنج إديمة. طب شوف هنا، اما ضغط كده حصل اندنتيشن او انثناء في السكن والإديمتاس بارت ولا لا؟ نزلت لتحت فيتقال عليها ايه؟ بيتنج إديمة، ودي الجريدز بتاعت البيتنج إديمة. في كلمة كده هتلاقي عندك حاجة اسمها براوني إديمة، كلمة صغيرة عليها عشان تبقى فاهمها، عشان تبقى فاهم مصطلح مكتوب ولو اتسأل لك ام اس كيو. براوني إديمة دي عبارة عن ايه؟
ديت عباره عن نون بيتنج اديما. السكين هتلاقيها ايه؟ واخده البراون كالوريشن. خلاص اللي عايزك تعرفه عنها انها نون بيتنج اديما. ممكن تعمل افكشن لكل البارتس بتاعت السكين، ممكن ابر لمب، ممكن الفيس لور لمب، لكن كومنلي في اللور لمب. بتلاقي السكين مالها فيها فيبروتيك تشينجز، تغيرات فيها بتخلي السكين لونها براون، لونها بني وثيك واتروفيك، وممكن يبقى فيها شويه تقرحات. كلمتين عايزك تعرفهم عنها، البراوني ايدينا كومن في اللور لمس، ده النوع من انهي نوع من انواع الايدينا؟ النون بيتنج ايدينا. صح، السكين بتبقى ايه؟ ثيك واتروفيك ونكروتيك حتى، والاقيها لونها ايه؟ براون كلر. سيفتي فاكتورز اجينست ايدينا، ركزوا ايه الحمايه اللي ربنا حاططها لنا عشان ايديك ما تورمش، رجليك ما تورمش، عشان ما يحصلش ايدينا. اول حاجه النورمال نيجاتيف انترستيشال هيدروستاتيك بريشر. اتفقنا ان الانترستيشال ستراكشر بيمنع ايه؟ تراكم الفلويد جواه، صح ولا لا؟ وخلى الانترستيشال هيدروستاتيك بريشر از نيجاتيف ماينس 3. علشان يبدا يتكون فلويد في الانترستيشال لازم يوصل الانترستيشال بريشر لصفر. في الرينج من ناقص 3 لصفر ده سيفتي فاكتورز اجينست ايديما، بيديني تقريبا 5 ملم ميركري سيفتي فاكتور. تاني حاجه عندي فلو اوف لينف فروم ذا تيشو. انت دلوقتي قاعد تسحب الاكسس انترستيشال فلويد في الليمفاتكس، يبقى انت بتمنع الايديما فورميشن ولا لا؟ بتمنعها. بيدي سيفتي فاكتور 7 ملم ميركري سيفتي فاكتور. وقال لك كل ما يزيد، ركزوا الحته دي بتعمل لبسه عندكم، ركزوا فيها. يقول لك كل ما يزيد الانترستيشيال هيدروستاتيك بريشر بيزيد الفلو اوف لينف فروم ذا تيشو. واحد يقول لي يا دكتور ما هم ما يزيد الانترستيشيال هيدروستاتيك بريشر هيعمل ايديما. اقول لك لا، هو ما يقصدش يزيد اعلى من الصفر، قصده يزيد في الرينج من ناقص 3 لحد صفر. في الرينج ده هو بيحصل ايه؟ بيزيد الفلويد ذات بس روزا لينف. ازاي؟ ركزوا معايا في الحته دي. مش انا قلت يا جماعه الانترستيشيال تيشو او الانترستيشيال من التركيبه بتاعته فيه تيشو جيل او جيل ماتريكس؟ هذا الجيل ماتريكس بيمنع اكيوميليشن اوف فري فلويد لما تكون في الرينج اللي هو النيجاتيف. ففي النيجاتيف رينج اللي هو من ناقص 3 لحد صفر، اي كميه فلويد يحصل لها فلتريشن بتتزق على طول ناحيه مين؟ ناحيه الليمفاتكس. لان في مصطلح حتى انا حاططها لكم كصوره جميله اهي، في مصطلح بيتقال عليه انه في النيجاتيف رينج ده اهو هتلاقي ان الانترستيشيوم اوف لو كومبلاينس. لو كومبلاينس يعني ايه؟ كانت اكوموديت فري فلويد، ما يقدرش ياخد يكون من الفري فلويد. اي كميه فري فلويد في الرينج النيجاتيف ده اهو يتزق على الليمفاتكس على طول. اول ما يعدي ناحيه البوزيتيف بقى اوف هاي كومبلاينس. يعني ايه؟ يعني ربنا حاطط لك حمايه لحد الصفر، من ناقص 3 لحد الصفر. لو بقت زائد 1 الميه هتتكون بقى وهتعمل لك اديمه. وضحت الصوره يا جماعه؟ يبقى في البوزيتيف سايد في الانترستيشيال هيدروستاتيك ايه؟ بريشر، بلاقي ان الانترستيشيال بقى اوف هاي كومبلاينس، يعني معناها هيشجع الاديمه فورميشن. لكن في النيجاتيف سايد دوت اوف لو كومبلاينس، يعني يطرد اي كميه فلويد تدخل في الانترستيشيوم في اتجاه مين؟ في اتجاه الليمفاتكس. تالت حاجه عندي وش اوت اوف بروتين فروم انترستيشيال سبيسز. الليمفاتكس ده هي هتسحب لك مين؟ اي اكسس بروتين في الانترستيشيوم، وبالتالي بتعمل وش اوت للانترستيشيال سبيسز، فبتديني سيفتي فاكتور تاني اجينست ايديما. مش احنا عارفين لو فيه بروتين يا جماعه في الانترستيشيوم بكميه كبيره هيعمل ايه؟ مش البروتين ماله؟ ها؟ اونكوتيكالي اكتف، عايز يسحب فلويد، اوزموتيكالي اكتف، عايز يسحب فلويد، فيزود الايديما. طب ده بيخلصنا من هذا الاكسس ايه؟ بروتين، يبقى يخلصنا من فاكتور عايز يسحب فلويد، صح الكلام؟ يبقى هتلاقي مجموعهم كام؟ 17 ملم ميركري. يعني بمعنى اخر علشان الايديما تحصل في جسمك
ربنا حاطط لك حمايه 17 ملم ميركري. يعني ايه؟ يعني ان يزيد الكابيلاري هيدروستاتيك بريجر ازيد ب 17 زياده عن الطبيعي بتاعه، او يقل الكابيلاري انكوتد بريشر ب 17 عن قيمته كمان. شفتوا حمايه كبيره قد ايه يا جماعه؟ دي بقول عليها سيفتي فاكتورز اجينست ايديما. الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده ايه رايكم؟ اتكلمنا على الستارلينج فورسز او الفورسز ذات افكت انترستيشيال فلويد فورميشن، اتكلمنا على الفاكتورز افكت كابيلاري سيركوليشن، التريبل ريسبونس، الليمف فانكشن والفاكتورز افكت ليمف فلو، والايديما عرفنا التايبس والكلاسيفيكيشن والسيفتي فاكتورز اجينست ايديما. طيب هشوف هل احنا فهمنا ولا ما فهمناش. ذا موست كومن تايب اوف كابيلاريز از، قلناها المره اللي فاتت مين؟ از كونتينوس از ذا موست كومن اند ليست بيرميبل. ذا تايب اوف كابيلاريز ان ذا ليفر از ديسكونتينوس او بيتقال عليها ساينوسويدال. ويتش اوف ذا فولوينج هاز فالفس، يبقى مين؟ الليمف فيسل. ماشي يا جماعه، الليمف فيسل هو اللي هتلاقي فيه فالفز. بريفرال ايديما السين ان هتلاقيها فين؟ ها انهي واحده في دول؟ في الهارت فيلير، لان في ايه؟ ها الفينس بريشر عالي، فالفينس بريشر عالي هيزود لك الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر اللي هي فلترنج، فتعمل لك ايديما. ويتش از انتي فلترنج فورس، اني واحده من دول انتي فلترنج؟ ها كابيلاري انكوتد بريشر. شطار. ويتش اوف ذا فولنج از ا كابيلاري دايليتور؟ هيستامين. شطار. ويتش اوف ذا فولنج از ا كابيلاري كونستريكتور؟ ها نور ادرينالين. نون بيتنج ديما اوكيرز ان اليفانتيزس او في اسمها فيلاريزس برضك، ده الفيل. Which of the following is a first class lymphagog؟ هيستامين. شطار. Which of the following is non-beating edema؟ يبقى براوني edema. الانسر بتاعتهم ايه يا جماعه؟ اظن كده دلوقتي بقت واضحه. وقفوا كده على رجليه، سهل عمليه الايديما ولا لا؟ البريجر اما زاد ايه رايكم؟ اما الفينس بريجر اما يزيد مش هيزود الكابيلاري هيدروستاتيك بريشر اللي هي فلترنج فورس؟ فانت تنصحه بايه؟ وانت واقف حرك رجليك كل شويه. ليه؟ علشان تعمل ايه؟ تزود الفينس ريتيرن خلاص، وتزود الليمف فلو، يبقى انت قضيت على الايه؟ على الايديما. ادي الريفرنسز بتاعتك.